وكمان لو هنتكلم عن المباراة هي كانت مباراة رائعة وتاريخية بالنسبة لهنا بقى. لو هنروح لساديو ماني اللي سجل هدف قياسي كمان انضم بيه لنادي المئة زي ما كنا لسه بنتكلم عن محمد صلاح بالدوري الإنجليزي، الهدف رقم 100 ليه سجله في الدقيقة تحديدا التاسعة بعد تمريرة برضو من مين؟ من محمد صلاح اللي سبقه زي ما كنا بنقول لحضراتكم وعرضنا الكلام ده لنادي المئة سبقه قبلها، يعني ما فيش بنتكلم في شهور بسيطة. ونقدر نقول كمان هدف ماني المية ده كان هدية فعلا هايلة من محمد صلاح، وكده أصبح ماني ثالث لاعب إفريقي بينضم لنادي المئة بالدوري الإنجليزي اللي سبقه بنتكلم دروجبا وصلاح. وكمان كان يعني في لاعب أضاف روعة للمباراة زي ما حضراتكم برضو تابعته فيرمينو اللي سجل هاتريك، يعني حاجة كانت برضو ممتعة جدا امبارح، يعني هدفين متتاليين وبعدين هدف كان في آخر اللقاء زي ما كلنا تابعنا. بجد الواحد بيتفرج وينبسط، يعني بجد كورة حلوة ده اللي نقدر نقوله.